حاليا وصلنا لمدينة زرباطية القديمة وليس الجديدة. هاي المدينة شوفوها اللي دمرها العدوان الإيراني. هاي مدينة زرباطية، شوف هاي البيوت الطين اخوان. هاي المدفعية ساوتها بالقاع، المدفعية الإيرانية كانت مدينة مأهولة بالسكان. ابو حسين هم اكراد لو عرب سكنت بهرات؟ عرب اكراد. ها حتى اكراد موجودين، اكثرهم اكراد، اكثرهم اكراد معروفين اكراد زرباطي. لاحظ اخوان هاي بيوت مدينة زرباطي. هاي مدينة كبيرة شوفوا، هاي طالتها المدفعية الإيرانية ودمرتها للأسف. هنا مئات الأرواح أزهقت استشهدوا جراء القصف المباغت لها. ندخل أحد البيوت نصور لكم، شوف شلون مهجور هذا الدرج. ندخل هنا شوف هاي قبل يخلون بيها يخزنون بيها الأغراض، جص ملبوخة بجوص. هذه اللي تعرضت لعدوان مباشر ودمرت للأسف، تدمرت المدينة بالكامل وهجرها سكانها بسبب العدوان عليها. بيوت هواي، سأحاول أصور لكم تصوير جوي آخذ كم لقطة. هاي المدينة طبعا هذا جزء منها، احنا من أول ما دخلنا يعني 300 بيت كانت أكثر، 300 بيت الشواخص الموجودة حاليا. هاي شوفوا هاي تكملتها، هذا النخيل، هذا النخيل شوفوا ايش قد عمره، شوفوا ذاك البيت، لان هم مجموعة مال البيوت. هاي حقولهم مزارعهم، شوفوا اخوان لحظة. هاي اللي هناك ممتدة ذنيش بيوت بعد، وورا بيوت وورا بيوت. هاي البيوت شوفوا القريبة على الجبل، هاي كلها ممسوحة عن الأرض. هاي كانت تدقها المدفعية. هاي مهران، هاي مهران. هاي تقريبا كم بيت ابو حسين؟ هاي قرية كاملة يعني هسه انا ناحية يعني هسه شفت تقريبا حدود 300 بيت هيجي. اي هاي قبل الوحيدة بالعراق كانت محلات جافخانة. مدينة متطورة كانت بينما بيوت طين قاطن. صح انا صورت هسه درج صاعد للطابق الثاني. صاعد الطابق يعني بال 81 تعرضت للعدوان هي؟ اي بال 81 على اسف. شوف هسه كلهم سكنت جميله بغداد. بغداد هاي كل عيد يجون هنا، كل من بداره يسوي خيمه ويقعد ياخذ له يوم يومين يمشي. الله يندلهم خيمه يندل بيته. نعم اكيد هم ولدهم ولد ولدهم ماتوا الكبار. نعم توارثوها. اي توارثوها. اي صحيح. بس نصور تصوير جوي على السريع. اي ناخذ لنا كم لقطه.
حلقتنا اليوم. هذا الطريق المؤدي الى زرباطية الجديدة. شوف اخوان هاي الدور المخلشة هاي كلها هذا السوق كان هذا كله طبعا كل الشكر والتقدير للاخ علاء اللامي. شرفتونا اليوم عباس. منين منك احنا والله العظيم زحمناك وتعبناك وخذناك بالحر. لا والله خدمتكم خادم ربك اشكرك رحم الله والديك. ان شاء الله نعاود احنا نجيك. بس حاليا وصلنا المدينة الزرباطية الجديدة اللي هي هاي هاي مدينة الزرباطية الجديدة. طبعا مدينة سكانها هاي مدرسة زرباطية الابتدائية. هاي مدرسة ثانية مركز شرطة ثانوية. هذا ابتدائية ولا بصفة ثانوية؟ هذاك بناء جاهز جماعات سكن جمع سكن. هذا مركز الشرطة مالها؟ مركز شرطة زرباطية. هاي خلصت زرباطية.